الحويجر رئيس اتحاد سعودي للدراجات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك في المغرب مدينة المحمدية. أهلا وسهلا، وأنا سعيد وجودي في مدينة المحمدية في دولة المغرب أو في مملكة المغرب، وهي يعني مملكة شقيقة للمملكة العربية السعودية. بغينا نعرفوا سي خالد كيف شتي التنظيم بكأس العرش هنا بمدينة المحمدية؟ ما شاء الله التنظيم على أعلى مستوى، يعني ما شاء الله في جميع النواحي، مشاركة جميع الجهات المختصة المساندة، وما شاء الله معروف عن الجامعة المغربية دائما تنظيم السباقات على أعلى مستوى. كلمة للناس المنظمين هذا الدوري هذا. أقول لهم ما شاء الله، يعني الله يوفقكم وإن شاء الله يعني من هذا المستوى وأعلى، وإحنا عندنا رغبة إن شاء الله نستفيد منكم في هذا المجال، مجال التنظيم، مجال تنظيم السباقات، مجال تنظيم الأماكن استقبال الضيوف، الطرق، كلها ما شاء الله على مستوى. وين نعرفوا يعني في الدولة العربية الشقيقة السعودية يعني واش كيتم تنظيم مثل هذا يعني هذه الحادثات هذا؟ يعني عادة نقوم بتنظيم سباقات مماثلة يعني على خلال ثلاث أو أربع مرات في السنة. طبعا يعني نحاول احنا نكون في هذا المستوى، لكن جالسين نتعلم نستفيد من الأخوة في الاتحاد المغربي. احنا في الآن في حضرتنا المغرب احنا عندنا رغبة ان شاء الله نعمل اتفاقية تعاون بين الاتحاد السعودي والجامعة المغربية، تعاون مشترك في كل شيء، في التدريب وفي تنظيم السباقات وفي كل المجالات اللي ترفع مستوى رياضة الدراجات إن شاء الله. إذا كنشكرك سي خالد على التوضيحات هذه، شكرا لك. خليك، شكرا، أنا اللي سعيد، شكرا لكم، شكرا. معنا أبو كفتي عبد العزيز مدير المنتخبات السعودية للدراجات الهوائية، بغينا نعرفوا. السلام عليكم. بعدا السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياكم الله يا الصحافة والجريدة، جريدة المحمدية، ما شاء الله تبارك الله، حياكم الله. بغينا نعرفوا أبو كفتي عبد العزيز، بغينا نعرفوا كيف شتي الدوري وكأس العرش هنا بمدينة المحمدية. والله اولا فرصه سعيده، احنا شاركناكم بالسباق العرش، يعني كان في تنسيق مسبق مع رئيس الاتحاد المغربي اللي هو محمد بن ماحي، وقدم لنا الدعوه، وكان الشرف الكبير احنا نحضر ونشارككم اللي هو فعاليات السباق العرش. حقيقه يعني من الصباح ما شاء الله تنظيم جيد، وقفل الخط وعمليه اطلاق الفئات السنيه بالناشئين بعدين ناشئي البنات، وثم ننتظر الان الانطلاقه الكبيره لانطلاقه الدراجين الكبار، وتمنياتنا لكم بالتوفيق ان شاء الله. يعني بغينا نعرفوا يعني المنتخبات المغربيه واش بحال المنتخبات السعوديه؟ اكيد ما شاء الله تبارك الله، اللي هو المنتخب المغربي مستوى رفيع جدا، واحنا نتشرف كاتحاد سعودي ومنتخب لاعبين وجهاز فني انه يكون في تعاون مشترك ما بين الاتحادين من ناحيه تطوير اللعيبه وتطوير ايضا الحكام، تطوير الجهاز الفني كامل. فالحمد لله هذا احنا اليوم موجودين نشاهد سباق العرش، وان شاء الله انه السنه الجايه يكون يعني متواجدين يعني بفريقنا و جهازنا نكون متواجدين في المغرب، والدراجة المغربية معروفة ما شاء الله تبارك الله، فمنكم نتعلم إن شاء الله. كلمة الناس المنظمين لهذا كأس العرش اللي هما الجامعة الملكية المغربية للدراجات. والله الجامعة الملكية المغربية للدراجات مو غريب عليها التنظيم هذا، هي ما شاء الله بتنظم اللي هو طواف المغرب وسباقات أخرى، فبطبيعة الحال أنه راح تبدع في التنظيم اللي هو السباق العرش من ناحية التنظيم ما شاء الله، زي ما قلت لك أشياء يعني السباق مرة مرتب إلى أبعد حد. تمنياتنا للجماعة التوفيق إن شاء الله فيما هو جاي، وسلامة اللعيبة، وإن شاء الله يطلع الكورس بشكل طيب بإذن الله. كنشكرك أبو كفتي عبد العزيز على التوضيحات ديالك. بارك الله فيكم، فرصة سعيدة نحن قابلناكم، مشكورين ما قصر، حياكم.